دكتور ايه هي الاثار النفسيه للفتاه اللي بتتعرض للحادثه زي دي؟ واشكرك على السؤال الجميل ده بس برضو انوه ان الاول في اثار جسديه وفي اثار نفسيه وفي اثار روحيه يعني علاقتها بربنا سبحانه وتعالى ذات نفسها بتتلخبط انا تركيزي هيبقى على الاثار النفسيه زي ما حضرتك تفضلتي يعني وسالتي. الاثار النفسيه كتيره جدا في حاجه في الانسان اسمها ذاتي الحقيقيه اللي هي الطفل اللي جوايا اللي كان مفروض يتغذى زي ما حضرتك كنت بتتكلم مع الاستاذه ايمان من شويه بحد له سلطه امومه وسلطه ابوه بيرعاه فعمال مع الرعايه دي راعي فمن من الرعايه دي انا عمال اكون شعور بالقيمه وعمال روحي المعنوية ترتفع وأحس بقيمتي في الحياة وتملي مشاعر كويسة وأعرف أفصل ما بين ذاتي الحقيقية اللي هي أنا وما بين تصرفاتي وما بين أفكاري ومشاعري واللي بيحصل لي وعارف قيمتي دي ثابتة وغالية عند أهلي أو عند المدرسين بتوعي أو عند الناس اللي بيقوموا برعايتي في قصة التحرش بيحصل كسر جامد جدا داخل تكوين النفسي والنضج التطور النفسي والنفس جنسي اللي بيبقى جوانا لان الذات الحقيقيه دي اللي كانت المفروض تكبر بالحب حست بقلة امان حست بقلة قيمه حست بخوف حست بغضب حست بعجز حست بقذاره يعني متخيل ان الحاجه دي ايه ده لان الطفل طبعا ما عندوش ولا لقم ولا عنده خيال جنسي فحس ان في حاجه كده مش كويسه وان كانه هو ابتدى يربط ما بين هويته وما بين مشاعره الوحشه وافكاره الوحشه وما بين السلوك الوحش اللي حصل له فيبتدي يحس يربط الاثنين مع بعض يقول يبقى انا وحش وده بنسميه في علم النفس شعور عميق بالخزي مش ان انا عملت حاجه وحشه يعني الشعور بالذنب اصلا غلط لان بيخلي الواحد يقول انا عملت حاجه وحشه لكن الشعور بالخزي ده حاجه اعمق وشرخ اكبر في النفس البشريه بيقول انا اللي وحش مش عملت او اتعمل لي حاجه وحشه فطبعا لما يعني اثار ده انخفاض الروح المعنويه قلنا الخوف قلنا الشعور بالخزي بصغر النفس الشعور بالذنب احيانا لان الشعور بالخوف من ان هو لو قال الشخص ممكن يهدده يا يعني اما يخسر رعايه شخص هو محتاج له فخلاصه الكلام يبقى منبوز حسيت... مثلا وسط عيلته او وسط المجتمع لو هي مش منبوز <applause> انا اشكرك قوي على الجمله دي هي مش منبوز <applause> هي ان انا خلاص حسيت ان انا مش قادر احكي لابوي وامي حاجه معينه لان خايف من ردود الافعال لو ردود الافعال عاده بتبقى عنيفه ومفيش جو الرعايه اللي احنا قلنا عليه فانا شعرت دلوقتي بعزله انا جوايا موضوع الموضوع ده سر سواء اللي عمل لي كده هددني او كان بيرغبني بهدايا فانا خايف افقدها او خايف من تبعيات ان انا اروح اتكلم عليه فانا كده حسيت بعزله اتوهمت بعزلتي فالوهم ده هيفضل فيه طول عمره زائد ان انا توهمت بقلة حيلتي ان انا ما فيش حاجه في حيالي ان انا اقدر كنت ارد 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 احمي نفسي فالشعور بقلة الحيله اللي هو العجز والشعور بالعزله الاثنين دول هيقعد يعاني منهم جامد جدا وياخدوا رد فعل غريب جدا زي ما هنتكلم كمان شويه في فتره المراهقه وهيأثر عليك راشد ان انا ابقى بعدين شكلي راشد من بره لكن عمري النفسي من جوه وعمري المعنوي من جوه صغير جدا وده هيبقى له تبعيات تانية لو حبيتي نتكلم فيها بتفصيل صغير في عين نفسي مش كده دي بالظبط يعني تخيلي انا انا سوري ان انا اتطرق لحتت ابعد وانا يمكن من دقيقه شويه لما حضرتك بتقولي النسب تعرض الاناث قلت لك لا الذكور كمان بيتعرضوا خليني نفترض خلينا نفترض ان في نسبه كبيره قوي من الناس اللي بتعاني من الميول المثليه من الولاد اللي بيعانوا من الميول المثليه هم اصلا تم التحرش بيهم في الصغر فهو في ميوله المثليه حتى بعدين وهو كبير هو كانه بيحاول يعوض شعوره الضعيف قوي بالذكوره اللي اتوهم بيه واللي اتضر بيه في الطفوله كانه عايز يلتحم مع ذكر اخر بصوره يعني ماديه ملموسه تعتبر كانها طفوليه كان انا لما بمشي مع هذا الذكر الاخر انا بكتسب ذكوره ليا انا ودي طبعا مش 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 رحله التعافي مش رحله التعافي مش هي, فمش هي دي رحله التعافي اطلاقا فالكسر اللي بيحصل في الذات الحقيقيه اللي هو الطفل الداخلي اللي جوانا بيخلي الانسان عنده انفصال دفاعي وعشان كده في ناس يقول لك لا ده هو حصل له اعتداء ده بص ماشي في حتت ممكن يحصل له اعتداء تاني ومش بيدافع عن نفسه ده لان هو ماشي من كتر الصدمه الاولانيه تخيل قنبله فرقعت جنب واحد تخيل بقى بعد ما قام من القنبله دي هو مدوش ازاي ومشوش ازاي وماشي شكله كانه مش بيجري من مسرح الجريمه لا ده ماشي بهدوء من كتر ما هو مخه التربن هي نفس القصة بالظبط بتخلي ان الطفل عنده انفصال دفاعي وعنده عقلنا وكتر تفكير وسواس بتدي افكار تبقى كتيرة جدا بتغلي جوه البني ادم اللي هو الضحية دكتور طب ف... خليني اسأل حضرتك برضو احنا ازاي نوصل لاستشفاء من الصدمة دي احنا هنقول ثلاث مراحل انا قلتهم دلوقتي ما كملتهاش بالظبط ونقول لحضرتك الاستشفاء ان انا دلوقتي عندي الطفل الداخلي اللي هي الحقيقيه وحصل صدمه قنبله فرقعت قطر خبطني والنتيجه الماساويه بتاعت ده ان النفس تفككت من جوه وبقى في قشره دفاعيه انا بحمي نفسي بيها اول قشره اسمها انفصال دفاعي يعني انا كاني انا مش انا ودي نتيجة العزلة وقلة الحيلة والخوف وعدم الأمان وعدم الشعور بالحب والرعاية، وتاني درجة العقلنة والوسواس القهري والأفكار الكتيرة وإعادة تخيلات عن التحرشات اللي حصلت لي وأفكار غلط وحديث داخلي بيني وبين نفسي سيء، ودرجة التالتة هي إن خلاص أو القشرة التالتة هي إن أنا خلاص إزاي كأني كفرت بالحب والأمان والثقة في الآخرين بس ده غير مش 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 قصدي لكن ده نتيجة الاختراق الجسيم اللي حصل لجسمي والمعنوياتي وبقيت بقيت اخد يمكن جزء من الحب اللي انا محتاجه من الاشياء زي تلاقيهم مثلا ممكن الولاد في فترة مراهقة يخش في السمنة مثلا بيطبطب على نفسه بكتر الاكل باي ادمانات اخرى ادمانات صحية او ادمانات سلبية فمهم أوي أبقى عارف أن الطفل تحول من ضحية لأنه كان مش ممكن يعرف يدافع عن نفسه كانت شغلانة الكبار هم اللي خلوا بالهم عليه وشغلانه المجتمع يعني ان بشكل ويتحول بشكل ان هو سنة. من كتر ما روحه المعنويه بقت قليله ومليان غضب ومليان خوف ومليان شعور بالذنب انه مش طايق نفسه فيتحول من ضحيه الى جاني على نفسه فممكن يمشي ويهمل في نفسه او يتعبها او بعد الشر نسبه صغيره منهم ممكن في محاوله منه لاعاده السيطره على الخبره القديمه اللي حصلت يتحول لجوه شخصيا لجاني على اخرين. فالشفاء من الكلام ده كله هي رحله نقدر نسميها في علم النفس استعاده تبني الطفل الداخلي بتاعه ازاي هو يقدر يعمل من خلال علاقات صحيه هنقول ان بيئه التعافي ليست هي بيئه الاساءه او الانتكاسات زي ما الاساءات دخلت في حياتنا بدرجات متفاوتة لان يعني مش بس العنف عنف جسدي وعنف لفظي وتحرش جنسي ده اشكال العنف كتيره جدا وكلها تاثيرها على النفس بنفس النموذج اللي انا بحكيه ده بس اسوأهم هو التحرش الجنسي فالتعافي النفسي هو استعادة تبني الطفل الداخلي ان الشخص من خلال بيئة جديدة فيها علاقات صحية يتعلم انه مقبول وانه يقدر يتكلم ويقدر يستعيد طاقة الحب ويقدر يقبل نفسه ويقدر يعرف انه هو اللي مش وحش وان ذاته والانا بتاعتي دي منفصلة اصلا عن اي حاجة تانية خارجية جوهري انا ده سليم حتى لو اترمى عليه طبقات من الاساءات ايا كانت مدتها وايا كان حجمها لكن جوهره موجود فلازم يرجع لرحله استكشاف لنفسه بمساعده اخرين عاده يبقى علاقات فيها رعايه صحيه ومحبه وقبول لغايه لما هو يقبل نفسه